لنقاش هذا البيان ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول تركيا الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور عبد الحميد العاني. أهلا بكم دكتور. حياكم الله ومرحبا بكم. دكتور، بعد مرور 9 أعوام على ثورة 25 من شباط 2011، كيف يبدو المشهد اليوم في العراق في ذكرى الثورة التي خرجت ضد الأحزاب الفاسدة؟ نعم، تحية لك ولجميع المشاهدين الكرام. ثورة العراقيين مستمرة منذ ذلك الوقت حتى هذا الحين، بل هي قبلها، لكن تحديدا في 25 شباط 2011 خرجت العديد من محافظات العراقي والكثير من مدنه، وسقط في ذلك الوقت عشرات الشهداء ومئات الجرحى. ومنذ ذلك الوقت حتى هذا اليوم لم تتوقف الثورة، وإن كانت ربما تتصاعد وتيرتها حينا وتنخفض أخرى، لكن هذه الأيام يعني أثبت العراقيون ولا سيما شريحة الشباب التي ملأت الساحات وفي عدة محافظات أثبتوا عزمهم وإصرارهم على تنفيذ الأهداف التي خرجوا من أجلها، ولا سيما التي أعلنوها منذ اليوم الأول لهذه الثورة، ولا تحديدا إسقاط هذه العملية السياسية التي هي كانت سبب البلاء والويلات والتي جلبت العديد من المآسي والمصائب على العراقيين في شتى شؤون الحياة. دكتور عبد الحميد، ما أهمية رمزية هذا التاريخ الذي اختاره الشعب العراقي اليوم للخروج في مليونية في ذكرى ثورة 25 من شباط لرفض ذات العملية السياسية التي خرجوا من أجلها فيما مضى؟ يعني عدة اعتبارات، لكنه تحديدا منها ربما هو الأبرز من ذلك في ارتباطه بتلك الثورة، ثورة 25 شباط 2011، لأنها كانت ثورة عمت العديد من المحافظات والمدن بمختلف أطيافها، لم تتحدد أو لم تكن خاصة بفئة أو بلون من ألوان طيف الشعب العراقي، فكانت أيضا مثل هذه الثورة كانت وطنية وتعم جميع ويشارك فيها جميع أبناء الشعب العراقي، هذا من جهة. من جهة ثانية، هي اليوم حينما يخرج الشباب في هذا التاريخ هي كخطوة استباقية لما تريده أحزاب السلطة من تمرير لعوبة من ألاعيبها، وهي الإبقاء على هذه العملية السياسية عبر تمرير ما يسمى بحكومة محمد علاوي، ونيتهم التصويت لها في قادم الأيام. ومعنى ذلك أن أحزاب السلطة مصر على استمرار هذه العملية السياسية، وهذا يعني أنهم في خندق بعيد عن خندق هذه الساحات وشبابها وما يريدونه من إسقاط هذه العملية السياسية. طلب المتظاهرون في الساحات بإلغاء دستور الاحتلال وما بني عليه من عملية سياسية أفرزت الأحزاب الفاسدة، كيف يفسر رفع مثل هذه المطالب من قبل الشباب المتظاهر الذي لم يشهد الاحتلال؟ هؤلاء الشباب هو يعني مثل هذا المطلب وغيرها من المطالب الأخرى يعبرون عن وعي سياسي كبير لدى هذه الشريحة، التي ربما كثير منهم لم يرى النور إلا بعد أن دخل الاحتلال بغداد، أو على الأقل حينما دخل الاحتلال إلى بغداد ونشأت هذه الأحزاب كان ربما صغيرة السن، وكما قلت لم يرى النور في ذلك الوقت. فمثل هذا الأمر، هذا المطلب وغيره، دليل على أنهم وعوا القضية وأن المشكلة لا تتعلق بأشخاص أو بحزب دون آخر، وإنما بالمظلة التي أمنت لهذه الأحزاب ولهذه الشخصيات الفاسدة، أمنت لهم ارتكابهم بفسادهم وارتكابهم لجرائم. لذا العلاج يكون بعد التشخيص، العلاج يكون باجتثاث أسباب هذه المآسي، وألا وهو الدستور وكل العملية السياسية التي أفرزت مثل هذه الأحزاب وهذه الشخصيات التي رآها هؤلاء الشباب طيلة السنوات الماضية، وما رأوا منها خيرا قط. ذكرت الهيئة في بيانها على ضرورة والحرص على كشف الألعاب التي تمارسها الأحزاب والتي تهدف إلى تركيع الثورة والثوار، ما سبل مواجهة مثل هذه الألعاب للحفاظ على الوتيرة المستمرة لثورة تشرين؟ يعني لا بد أولا من المحافظة على الشباب، محافظتهم على
الثوابت التي انطلقوا منها على الأهداف العالية التي رفعوها والتي شخصوا فيها، كما قلت قبل قليل، شخصوا فيها أسباب الفساد. فالقضية لا تتعلق بتغيير شخص أو مكان شخص آخر ولا بتبادل بعض المناصب دون أخرى. لذا الإصرار على الأهداف العالية وعلى أن الحل يجب أن يكون حلا جذريا، لا حلول ترقيعية ولا أنه إبرة تحذير تطلقها هذه الجهة أو تلك الجهة. فما دامت هذه القوانين العملية السياسية هي الحاكمة، ما دامت هذه الأحزاب موجودة، فأي شخص يأتي في ظل هذه العملية، في ظل هذا الدستور، في ظل توافقات هذه الأحزاب، فمعنى ذلك أنه سيكون قابل للأيام مثل ماضيها، ألا وهي محاصصات وتنافس فيما بين هذه الأحزاب، وبعد ذلك يكون الخاسر الوحيد والشعب العراقي، لأن هذه الأحزاب أو هذه الشخصيات التي تتولى هذه المناصب وهذه الوزارات يكون همها تسديد فواتير منافساتهم وحصولهم على مثل هذه المناصب. لذا لا بد من المحافظة والثبات على هذه المبادئ التي انطلقوا من أجلها هؤلاء الشباب في ساحة التظاهر. تحدثت الهيئة أيضا في بيانها عن مخاوف من تفشي فيروس كورونا، ما مدى خطورة وصول الفيروس إلى العراق؟ يعني رأينا كثيرا من الدول التي تمتلك مقومات صحية ومقوات دولة، رأيناها أنها قد تأثرت مثل هذا الوباء، فما بالكم بالعراق الذي قد نخره الفساد ولا يوجد مقومات للرعاية الصحية. الشعب العراقي يعاني الكثير من المآسي في شتى القطاعات، بما فيها القطاع الصحي الذي تأثر كثيرا بسبب فساد أحزاب السلطة، وكان هنالك إهمال كبير ومتعمد لهذا القطاع. لذا يعني المخاوف كبيرة من أنه لا يكون هنالك إمكانية حقيقية لمقاومة مثل هذا الوباء. لذا لا بد من الحذر، القضية قضية جماعية، ومثل هذا الأمر نرى أن الكثير من الدول تهدد منه بشكل واضح وصريح. لذا لا بد من أخذ الحيطة والحذر، والأمر جد لا لعب. شكرا جزيلا لكم دكتور عبد الحميد العاني، الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، كنتم معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.